السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى أين تذهبين؟ أذهب إلى القاعة الكبرى. مع من؟ أذهب بنفسي. ماذا تذهبين بنفسك؟ لأن صديقة تذهب أولا. أي برنامج لك؟ برنامج المحاضرة. متى تبدأ البرنامج؟ الآن. من مسؤول البرنامج؟ الأستاذ. من رئيس الجلسة؟ رئيس الجلسة. هل المحاضرة باللغة العربية ومن سيلقيها؟ المحاضرة سأحضر برنامج أخرى، سأذهب أولا. مع السلامة. الله يسلمك.